مشاهدي الوطنية الثانية، صحة شريف لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتلقاو بكم كالعادة في السهرة الرابعة على توالي على الوطنية الثانية في برنامج نورتونا، وكالعادة باش يكونوا مزينين الأصوات التونسية كافة فقراتنا الغنائية مع عديد النجوم. اليوم اختاروا أنهم باش يسهروا معاكم على الوطنية الثانية في برنامج نورتونا. صحيح القعدة في رمضان حلوة برشا، خصوصا وقت اللي يبدا فما كيس تي وفما البوزة وفما القهوة العربي وغيرها وكلمة تونسية. خلي لما عليكم وسهري علينا من خلال الأصوات اللي باش تطل الليلة وتنور لنا سهرتنا. باش نبداو مع فنان تونسي عنده اغاني حلوه برشا، واحد من اهم الاصوات في عالم الاغنيه الشعبيه، حضوره قليل ولكن وقت اللي يكون موجود الا ويبدع من خلال اغانيه وحضوره. هو واحد من ملوك الاغنيه الشعبيه في تونس، مع الفنان التونسي محمد علي الاسمر. Thank you.
بنين ياما 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 ام سر بنين ياما 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 اهلك احلى منين ياما 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 ام سر بنين ياما 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 والشعر ذفاير خلى قلبي حاير والشعر ذفاير خلى قلبي حاير ملقيت دباير ياما ملقيت دباير ياما شي قوية عليا شكون هي هدية شكون هي هدية صبر شانونا يا ماما راي حملت فيا سمرة منين ياما 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 ام الزين بنين ياما 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 السمر منين ياما 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 ام سر بنين ياما 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 والسر من الله يا ملة الله السر من الله يا ملة الله ياما هز قلبي كله ياما شي قوي عليا شكون هي هذية شكون هي هذية صبر شالونا يا ماما رايح عملت فيا صبر شالونا يا ماما شبيها ياما 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 تخزر بعينها ياما 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 هالبيضة شبيها ياما 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 تخزر بعينها ياما 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 والسر من الله يا ملة الله السر من الله يا ملة الله هست قلبي عقلي بكله شي قوية عليا شكون هي هادية شكون هي هادية صبر شانونا يا ماما رايح عملت فيا صبر شانونا يا ماما رايح شكون هي هذية شكون هي هذية صبر شالونا يا ماما رايح عملت فيا صبر شالونا يا ماما رايح عملت فيا صبر شالونا يا ماما رايح عملت فيا لا 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 لا
لا لا لا لا لا. شكرا. تحية كبيرة برشا. شكرا. صحة شريبتك محمد علي. صحة شريبتكم جميعا. كل هذا اقوى رد من الجمهور في العاده بتجنبل احنا نستقبل فنانين. صحة شريبتكم ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير السنه ان شاء الله. رمضانكم مبروك. يعيشك. نورتونا. يعيشك. وانا انت اللي نورتنا الليله محمد علي. شو احوالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله ونشكره. حلوه الاغنيه هذه. شكون هي من البومك الاخير؟ الاخراني. هذا الالبوم الاخراني لقي حظها برشا ان شاء الله. هو من زكي يبدا ماك تعرف تو مع الشركات واحد دونك تمشي على الفيسبوك وعلى الانترنت ان شاء الله تلقى حظها. الحمد لله ان شاء الله تلقى حظها. يدول لي حظها اليوم مع جمهورنا به. ما نعمل بالله ان شاء الله ربي يفضلهم. يعيشك. محمد علي طليتك قليله في الاعلام ولكن طليت مركزين وبه. اختيار منك انك ما تظهرش برشا استراتيجيه. تحب تظهر في الوقت اللي يكون عندك. وقت اللي عيطولي نجي في كل وقت. مرحبا بيها. تحت طلب. تعطيك الصحه. ما عنديش يعني اشكاليه دونك وقت اللي عيطولي نمشي بك. الحمد لله. محمد علي اليوم المزود في تونس برشا 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 اصوات موجوده في الساحه الفنيه التونسيه. هل اثرت بصوره المزود وبالمزود ككل في تونس ولا بالعكس في الكثره فما افاده في الساحه الفنيه التونسيه؟ المزود موجود هو بريزكتور في كل دور ثم مزود يعني ما كل واحد نقولوا بالقسم وكل واحد وش ربي يعطيه وكا يعجبوك الاصوات الجديده؟ ربي يعينهم. جايبه قصيره هذه. لا ربي يعين كل واحد يا اخي. ما ثماش يعني كل واحد وربي اش يعطيه اخي. الناس كل ماهيش فرد. كل واحد يخدم على روحه وربي يعينه وكا. وما نجمش نقول شكون باهي وشكون خايب. هذا هو الجمهور هو اللي باش يعطي شكون باهي وشكون خايب. دونك انا ما نجمش نعطي. ساعات الجمهور يظلم فنان؟ طبعا هو كان الجمهور مش فنان باش نكون انا فنان. باش يبدا فنان ولا باش يظلم فنان في انه يكون عنده اغاني واعمال مزينه وحلوه ولكن ما ينتبهلوش. ما بخت وحظك هو. الدنيا بخوت تقول انت؟ اي الدنيا بخوت. اي هيا بيه ان شاء الله بخت معاك الليله معانا الكل وفي الناس اللي يتفرجوا فينا. تحب المسرح؟ المسرح؟ اي هي شكون ما يحبش المسرح؟ موجود الفن. تمشي تتفرج في مسرحيات محمد علي؟ ما نكذبش عليك. لا ما مشيتش حتى مره. ولكن تجي حاجه باهي تعدى في القناه التلفزيونيه تعجب حاجه واحد يتفرج فيها ما ثم حتى مشكل. باهي. انا اليوم مستدعي زوز ممثل وكاتب نص مسرحيه جديده غدوك ان شاء الله باش تطل اول مره على اهل الصحافه والاعلام في تونس ولكن في نورتونا حابين انا نستقبلوهم باش نحكيهم باكثر تفاصيل عن مسرحيه رومبو وجولييت مع استقبالنا لكاميليا حمدي الممثله. تتفضل بحذيها. كاميليا مرحبا. ومع مؤلف وكاتب نص مسرحيه رومبو وجولييت المقتبسه وجليله انتم قلتوا لي بالغلط معناها مقتبسه من روميو وجولييت. من روميو وجولييت فوالا. باهي. مع عزيز بن جميع. مع صحة شريفتك مرحبا. ميكرو عزيز صحة شريبتك. صحة شريبتك نعيمة ومرحبا بالمشاهدين الحلوين هذوما تاع الوطنية اثنين. يعيشك. عزيز احنا نعرفوك فاجئني الجو. انا ليميسيون نتفرج فيها ما الجو حلو ياسر. اما احلى. احلى انا في المباشرة. هكا بعد ما تفرجت فيها كنت انت ضيف فيها ومرحبا بيك. يعيشك. عزيز من عالم الصحافة انت نعرفوك تكتب
في جريدة الأعلان، واليوم تكتب مسرحية لأول مرة، هل من باب التجربة هم من باب تغيير الأجواء ما بين الكتابة في الصحافة وما بين الكتابة للمسرح؟ سؤالك حلو، وهو ثم ترابط بين الإعلام وبين المسرح، لأنه المسرحية في أولها هي نص، هي فكرة، كما نعرفه مثلا طاهر فيزة عليه أصله صحفي وتحية لي بالمناسبة، لطفي العميري كذلك، واللي هو من أهم الكتاب. هل التجربة هذه هي اللي جردتك لعالم الكتابة؟ لا والله هي الانسبيراسيون، هي اون اموغيت، معناها ربما قصص اللي عشتها هي خلتني نكتب مسرحية عاطفية، معناها معناها انت رومبو او روميو كيما تعلقنا به بقصص الحب. حلو فتيت بوكوا با، كل واحد عنده الجانب هذايا والكوتي هذايا، لكن انا حاولت اني نكتب مسرحيه اسمها رامبو جليله، وهي اقتباس على مسرحيه شكسبير روميو جولييت. رامبو رجل ريفي يعشق جليله بلديه، والعرض له الغدوه في صاله الفتح باب سويقه مع العشره نتاع الليل ان شاء الله. ان شاء الله يجيوا العبيد ويتفرجوا فيها، لانه العرض الاول حبينا انه الدعوه مفتوحه للجميع. كاميليا، كيفاش لقيت روحك في المسرحيه؟ لانك انت العنصر الاساسي تقريبا، الممثله الرئيسيه في انت معناها العنصر الاساسي النسائي في المسرحيه. هي اللي نمثل دور جليله المراه البلديه. بو انا اول ما الارستقراطيه والمليونيره و دونك قريت اول مره السيناريو، عجبني برشا، كتابه حلوه برشا، شدني، كانت تجربة حلوة معناها، والقصة زادة شدتني خاطر تحسها مسرحية فيها قصة حب وفيها صراع وفيها خلافات وفما قصة معناها تشد المشاهد باش يتفرج فيها. دونك خاصة الإكيب اللي معايا، لقيت معناها أول تجربة أنا ليا في دور البطولة، دونك لقيت إكيب عاونتني وإن شاء الله يا ربي خذيت بيدك. عزيز، ما خفتش من التجربة الأولانية؟ كيفاش حاسس؟ لأنه أنتم قداش عندكم تحضروا فيها المسرحية؟ والله قعدنا مدة كبيرة نحضروا فيها في سارة الفتح باب السويقة، ومشكور بالمناسبة جمال العروي الممثل الكبير اللي عطانا السالة هذه وخلينا البروفيت، ولكن الخوف هو طبيعي. أم كلثوم كي كانت تطلع سوخسين كان يجيها الخوف، ولكن فماك الخوف اللي يعطي، الخوف اللي يخليك تبدع، يخليك كرياتيف، معناها واحنا ما نخافوش، اختارنا ما نخافوش. احنا ما نخافوش. ما تخافش سميري محمود علي؟ شو يخوفنا؟ لانه المسرح يخوف، يقول لك الفنان حتى الاخر عمره كي شي خارج يطلع يجي تراك يجي اول مره من بعد من الاول شو الخوف من واحد ما عادش ينجم بالتجربه من بعد وبالخبره. تجربه نورمال، تو واحد بريسك عنده 30 سنه يجي يخاف تو ما عادش ما عادش يخدم هكاك وما عادش يطلع على المسرح. كل واحد ياخذ وقته، معناها من الاول يكون فما شويه خوف وراه. خوف من الاول، التراك اول مره عند اي واحد، اما من بعد ياخذ لابيتود بحول الله لاباس. صحيح. كاميليا، اول تجربه اللي كنتي في البطوله، مسؤوليه كامله. اكيد تختلف وقت اللي يكون الممثل يكون هو العنصر الرئيسي في المسرحيه، لانه صحيح انك عديد المسرحيات كنت انت فيها ماكش العنصر الاساسي، ولكن اليوم انت باش تتحمل الكل. اي فوالا بون، هو رول دور صغير ولا كبير ديما فما ريسبونسابيلتي، خاطر الكل نكملوا بعضنا، مي لو فيت اني ناخذ رول برينسيبال معناها حسيت مسؤوليه كبيره برشا، والحمد لله انا عندي الكونفيونس في روحي وموهوبه برشا برشا، معناها بشهاده برشا ممثلين كبار معناها عطوني رايهم، معناها دونك هذا يخليني ناخذ ثقه في روحي ونقول لي مالي نكون باغمي العباد اللي معناها باش توصل وتخلي معناها بصمه باهيه معناها في المجال هذا ان شاء الله. يعني عزيز، كتجربه اولانيه كيفاش تحكم عليها انت؟ لقيت الاجواء كما تصورت انت، لانه الكتابه ومن بعد التجسيم على الرقح وعلى السين لقيتها كما حبيت انت، زدت نقصت في النص. تجربة حلوة ياسر، خصوصا انه خذينا اوفر مونديال اللي هي روميو جولييت نتاع ويليام شكسبير، ومش بالسهل باش ديما تلقى روحك في مقارنة مع النسخة الأصلية كيفاش تونستها، ولكن المسرحية معناها فيها ترافة وعلى قد ما فيها تراجيديا، مواقف تراجيدية اللي هما لأنه الصراع بين البلدية وبين معناها ربما الراجل الريفي، الصراع الأزلي أزلي قاعد ديما معناها متواصل، وذكر اللي معناها حلوة ياسر. أنا نقول مسرحية حلوة، جاو تفرجوا غدوة، فرصة باش نعمل بروموسيون العشرة نتاع الليل في سالة الفتح باب السويقة، هي زيد للفنون الممثل جمال العروي، ان شاء الله العشرة متاع الليل تتفرجوا في حاجه حلوه ياسر. انتم زاد اهلا وسهلا ومرحبا بكم، حبيت عزيز وكميله تكونوا موجودين معنا حتى نشجعوكم على العمل المسرحي هذا. عايشكم، مرحبا بكم، وحتى يكون دعوه للجميع باش يجيو يشجعوا المسرح التونسي، لانه طوب باش يبدا شوي شوي ترجع الاعمال المسرحيه. يعطيكم الصحه، شكرا لكم على الحضور، نتمنى لكم النجاح والتوفيق. يعيشك يعيشك. تحيه للجمهور الحلو هذا نتاعنا، ياسر جمهور اكسبسيونيل هذا، يعطيهم الصحه. محمد علي، شو سمعنا؟
اليوم حابين الفن كما هو كما سمعكم بالاتير طلب من عند الجمهور وما عند برشا ناس محمد علي انا برشا ناس قالوا لي بربي بربي اطلب منه اكابيلا يغني هنا شويه ومن بعد مع الفرقه نسمعوه نسمعوا بالاتير قبل ما تغنيها مع الجمهور انهم يحبوها بصوتك فقط فما برشا ناس هكا اللي يعرضني يقول لي محمد علي بربي قل ما غير فرقه ومن بعد نمشيوا للفرقه بالله يا طير اللي ماشي ما تنساشي هز سلامي وصل لبريا هز سلامي وصل لبريا تعدى لامي وحط على سطحها وفرحها قول لها وليدك في عيشه هنيه بالك يا طير توجعها وتدمعها تحكي لحقيقة وما صير فيها حلفتك بالله لا تخليها ولا تمشيها خليها بيني وبين ايديا خليها مرتاحة متهنية محمد علي مرحبا بك وشكرا لك تفضل شكرا Yeah.
ماشي هز سلامي وصل بريا هز سلامي وصل بريا عدان أمي حتى نصطحى وفرحها قول لها وليدك في عيشة هنية بالك يا تير توجعي والدمعي وتحكي الحقيقة وما صير فيها حلفتك بالله لا تحيرها ولا تسهرها تبات الليل تخمم عليا خليها مرتاحة متهنية ويلا ما تنساشي ويلا هز سلامي وصل لبريا وهز سلامي
لزوم نولي ومهما طال البعد والمسافات مهما طال البعد والمسافات فوق جناح الشوق نطير نعلي المر نحلي تعود اللمة وتحلى الحكايات تعود اللمة وتحلى الحكايات ونمح عذابك نبري تنهيدك وتشوفي وليدك بجنبك يما تزهى الأيامات نحلف ليك ما عاد نخليك ونهنيك ونمسح دمعاتك يما بيديا غير طيب الخير يما عليا اللي ماشي وما تنساشي هز سلامي وصل لبريا 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 شكرا شكرا كبير للفنان التونسي محمد علي الأصمر شكرا 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 برافو حطيتهم برافو عليكم زيادة شنو محمد علي شكرا محمد علي الغنيات الحلوين والفن الراقي ما يموتش الغنية هذه قداش عمرها تقريبا هذه من 2007 من في الميكرو 2007 الجائزة الأولى في القبة دي ورغم ذيك كل نهار نهار بعد نهار تزيد الحب الناس ليها وتزيد أكثر جمهورها كنت تتوقع وقت اللي خليتها أنها الأغنية هذه باش يكبر عمرها ولكن في النجاح أكثر أنا فما أغنية تاخو حظها في وقتها لا لا هذه قاعدة خذت حظها بالكدا بيان بيان لتو جيسكا منون تخدم يعني برشا يطلبوها حتى في حفلات خاصة بها في مهرجانات يطلبوها برشا فما برشا ناس محمد علي يخلطوا ما بين اغنيتك انت اللي هي في الاصل وما بين الاغنيه اللي غنيها زاد وليد تونسي اللي هي بلا يطير والله يحب قوسو ونسكر وانا هي اغنيه طبعا خذيت انا ما عنديش شركه ما عنديش حتى سيله معاه انا وليد معنا ما يعني غناها هو ما تقلقنيش الامور شكون غنى خير؟ شنو معنى خير؟ كل واحد انت الجمهور يحكم؟ بالطبع كل واحد يؤدب بطريقته وخلي الحكم للجمهور المشاهدين والمستمعين يعني صحيح محمد علي تلبس اللبس التقليدي التونسي تحب اللبسه التقليديه؟ انا تونسي كيفاش ما نلبس تقليدي تونسي شنو تلبس جبه كوستيوم عربي؟ نلبس انا نلبس قميص جبه عندي حتى جبه نتاع الوالد عندي موجوده لتو اه الوالد كان زاد في الفرقه القوميه الله يرحمه الله يرحمه بون تورثت علي الفن و هي فنية احنا معنا من انا كي حليت عيني ديجا انا نلقى روحي في الفن يعني مش معناها مشيت الكونسرفاتوار ولا واحد خذيتها من تراث وبالواحد بالاكسبيريونس يعني انا بطبيعتي انا في عائلة فنية دونك مشيت على خوت الوالد والخط كنت نعزف انا قبل يعني ايه شنو الآلة؟ نعزف على بندير على الطبلة باهي من بعد شنو نسمعوك تعزفنا شوية على البندير مازلت السهرية مطولة رزمت شوية نزنوا شوية بالبنتجر محمد علي باش نقعدوا مع بعضنا باش نكملوا سهرية ولكن باش نستقبلوا واحد من المصممين التونسة خبرة وعنده مدة كبيرة من اللي هو يحب اللباس التقليدي التونسي وقاعد يطور فيه من فترة إلى أخرى كل أسبوع يزينن لنا البلاتو نتاعنا ومن حقه علينا ومن حقنا أن نستقبلوا سي محمد اسطنبولي اقعد منور سي محمد منور سي محمد سي محمد منور حضورك يعطيك الصحة شكرا لك لأنه كل أسبوع أنت اللي تلبس كل هالورود الجميلة ولتونس
انت من الناس اللي تغير برشا على اللباس التقليدي التونسي، حتى وانت نحكي معك تقول لي نحب نغرم الشباب باللبسه التقليديه التونسيه. نغرم قلبي وربي وماني طامع في حتى حد، ونفرح كيف راه الشباب لبس التقليدي التونسي، الخاطر يا ولادي افهموا راهو لبستنا ما كيف حد شيء، نكمل نتكلم كل الحماس راهو. ما عندي لا طماع لا حتى شيء، نحب اللبسه التونسيه في قلبي في دمي، نحب كيف الراجل شايب لابس الجبه نفرح يا ولادي، يلبسوا الجبه القديمه يلبسوا العربي يلبس العربي وكان نلبسوا يا ولادي، راه والله العظيم اقسم بالله نتكلم كل صدق، رحنا مازلنا متاخرين برشا على لبستنا والله متاسف برشا برشا، راه نشجعوا الناس اللي تخدم باليدين القاعده تضحي، ونحبوا الشباب يتعلم ياخذ المشعل، راه خدمتنا ما كيف حد شيء، يا ولدي اخدم على روحكم تلوج على حتى شيء تو ربي يعطيك الخير يا ولدي، والله العظيم متحمس انا تو نتكلم كل شعور، خاطر برشا ناس يضحكوا عليا لكني نحب علي سي محمد بالعكس نحب تونس ما حدش بشيء، نحب تونس الحمد لله يا ربي نشبع نشم يدي نشبع، راس مالي فيها كتبش هذاك ما حدش بشيء، اللي فيه نحب الشباب الجاي يلبس، ونحب الناس متحمسه، اول ناس اول مره نلبس فيهم والله عامل كيف، علاش خاطر برشا ما يحبوش يلبسوا يا ولادي البسوا توتيهم زاد الشباب توتيهم توتيهم صحيح انت حقك تلبس يا محمد علي الناس ما راجعش انا قاعد نلبس تلبس التونسي تلبس الشباب عندي عندي نلبس نلبس انا في الحفله هذه لبس تقليدي المره الجايه سي محمد كي نستدعوه باش تلبسوا انت ان شاء الله لبسه تقليديه تونسيه صحيح سي محمد موجودة. والله مازال فما اليوم الناس اللي تبحث في الصناعات التقليديه التونسيه، انت تعمل لهم الزينه هذيه ولا فما شكون يتواصل معك ولا فما مصممين كيفاش تعمل؟ مني برشا انا نتعلم ما نعرف حد شيء قدام الناس اللي قاعده تخدم، ونحب نشجعهم ونشكرهم، اليوم مشيت في السوق العربي نشكر فيهم ناس تخدم كيف كيف، واللي يخدم كيف ربي يبارك له. الله يرحم والدي اللي يخدم كيف ربي يبارك له، راهو فما صنعة متاع كيف ربي يبارك له، واللي بلفت هذاك ربي يهديه. صحيح. ويجي نقول لكم معناتها ونشكر نادية اللي أو باش نمشي لها بعد نادية باش نحكيو معاها. حسيلو. اللي تكملك لأنه نسيت لبسهم هي. راهو لبستنا يا ولادي ما كيف حد شيء، يا ولادي البسوا لبسة تونسية، راهو أقسم بالله لبستنا تنورنا تنورنا، أخزر الاستوديو قداش منور والله يعمل الكيف. أنا نبكي بالفرحة راهو خاطر الاستوديو يعمل 66 كيف، أنا ما نعرف حد شيء نتعلم، الغدوة نتعلم، إن شاء الله نعمل حاجات، كان عشت إن شاء الله نرى الشباب يلبسوا ونرى التوانسة يلبسوا، أما أنا زفر علي التراث في العمر هذا. كل سنة. لا بالعكس احنا مازلنا نتعلموا منك سي محمد، سي محمد توا اللباس التقليدي هذايا الكل القماش موجود في تونس، موجود. كل شيء ما عندناش، يعني ساعات يقول لك ليه القماش نستنى فيه حتى يجي من برا، بالعكس هل أنه اللبسة هذايا الكل وهذا الزينة الكل من تونس؟ والله اللي حبي سهل يستسهل وبكل صوم تنجم تلبس واتمامنا معقوله وكل شيء البسوا برك ونشجعوكم محضر حاجه للعيد فما اليوم طوندونس خاصه بالعيد والا باش يبقاو هما شلون الالوان ديال الجينز سي محمد السنه والله جي نقول لك اللون للميكرو سي محمد يفرحك يعجبك صحيح اللون الجديد ديما باهي ما فلان اللي هو اكثر لون ديما ساعه لون تلقاه تقول هذا ما ينجحش هو اللي ينجح وديما تحط اللون الحرير على الواحد اخزر مثلا ناك البليسيه اللي عامل 66 كيف فما برشا الوان جديده باهي ان شاء الله نطوروها وان شاء الله ولا البردو هذيك اللي لبسها الجمعه اللي فاتت الجبه البردو اللي ورايا انا بالضبط هي جديده اللي لبسها جعفور الجمعه اللي فاتت في التاسعه اليوم هو لابسها هو هذيك هي باش تكون طوندونس معناتها برشا حاجات والله عندي برشا دبش ما جبته وما لبستوش متاسف خاطر برشا نحب الالوان برشا خاطر قد ما تبدا الوان برشا تبدا الحاجه باهيه يعيشك يا سي محمد مرحبا بك بحدينا انت هديتنا هالبلاتو المزين وهاللبسه التقليديه الحلوه انا باش نهدي لك فن بلادنا جاونا من صفاقس هي حضره وفرقه النوبه والحضره الصفاقسيه بقياده مرشد بوليله في فقره غنائيه اولى محسوبنا من أولادك
مجموعة وفرقة من حقه. شكر كبير لفرقة وحضرة النوبة والحضرة الصفاقسية بقيادة مرشد بوليلة، وشكر كبير لكل فريق واللي جاي معنا الليلة، وخصوصا أنهم جاونا من صفاقس، يعطيهم الصحة وشكرا لكم، وتحية للصفاقسية الكل اللي تفرجوا فينا. باش نواصل المشوار، احنا حكينا مع سي محمد اللي نشكروه برشا، وحكينا مع محمد علي، وحكينا مع سي مرشد على الصناعه التقليديه وعلى الجو التونسي، وباش نمشي ونحكيو زاده مع عادل. مشينا في روبورتاج وين ما هو قاعد يعرض في حدائق المنزل ليامات، باش نحكيو على الصناعات التقليديه. كل شيء في تونس يحلى في رمضان، القفه ترجع، المروحه ترجع زاده، وهك السبحه، وهك العطر العربي، كل حاجه تمس بتقاليدنا ترجع من جديد. وربما فما بحث كبير من خلال عديد الحرفيين في أنه ترجع في شهر رمضان، ولكن حتى بعد شهر رمضان يكون عندها نكهة، لكن النكهة هذه نشوفوها أكثر في شهر رمضان من خلال الروبورتاج هذه. باش نحكيه مع عادل شنو جديد في مجال الصناعات التقليدية. روبورتاج وراجعين. العادة نحاولوا ديما نخرجوا الجديد في كحرفي، اللي هو حرفي يزمو يبدع، ويزمو ديما عنده حاجة جديدة باش يكون عنده ولا عنده الإقبال، ويكون مغروم بالارتيكل اللي يخدم فيه. أنا يلزم تنوع في الارتيكل. أنا شملت الصناعة التقليدية، عملت كوليكسيون، خرجت اللبسة، خرجت الكوفان، خرجت البوشيت، دخلت العنبر، عملت شامله. أنا نحاول نلم كل ما هو صناعي تقليدي، معناها حاجه على المودرن تخرج بها المواطنه، معناها حاجه عربيه نتاعنا تونسيه نبعدوش عليها. ماذا بينا نلبسوا تلبسوا كامل احنا بالصناعات التقليديه. تعرف انت مدام نعيمه اللي سياحه توا نقصت علينا برشا في العوام هذه، غرمنا التونسي، لقينا التونسي مغروم بالاخص الشباب،
قاعد يلبس وقاعد يحب هكا، حاولنا نتابعوه في اللون في اما نقعدوا ديما في التقليدي. هذه مروحة تقليدية احنا في العادة قاعدة المربع. شنو اسمها؟ هي على سعف مخدومة باليد نتاعها، كانت اللوح العادية تبدلتها، بدلناها عن نحاس. حاولنا للشباب يحب حاجة هكا من خما شوية فينو، هلا زدناها هكا شوية نحاس، ولا يخرجوا بها العروسات ويحضروا بها الفروحات العشويات كتبرد وحلوة. الجان ولو يتبعوا توا ولو يواكبوا في الصناعات التقليدية ويحبوا الساك التقليدي، يحبوا الاستوش التقليدي، حتى في عروساتنا توا رجعنا ياسر للتقليدي وواكبناهم. معناها الالوان المواطن بيده هو اللي معناها يقترح عليك اللون، يقول لك نحب لك حل، حتى اي توصيف نورمالمون نوار ما صيف يقول لك شتوي شتوي ولا لموذة ولا ينافس ويظهر لي طايح عليه شوية زاد طايح عليه شوية. نحاولوا ديما نواكبوا مع المواطن شنو اللي الرغبة متاعه، وهو اللي يعطينا. وعلى ذكر هذايا صدقني الامتداد متاع الأفكار متاعنا كحرفيين من عند المواطن بيدو، يجي يقول لك نحبها هكا نحبها هكا، أنا يطور لي فكرتي ونحاول ديما نخرج سواء في قفة الخرجة ولا في الساك بتاع العرس الفرح معناه في ولا في اللبسة في التونيك. هو اللي المواطن هو اللي طور لي الفكرة متاعي. عادل المواطن يشري أكثر في رمضان؟ يقبل صحيح يقبل. على شنو أكثر حاجة؟ يقبل على اللبس العربي، يقبل على العنبر احنا الصبح والخمس والهدايا الخفيفة، الحاجات اللي فيهم هكا الريحة ماك تعرف الشهوي في كل شيء، مش لازم يكون في الخبز وفي الماكلة حتى عندنا في التقليدي متاعنا عندنا شهوي متاع المواطن، معناها توقف على ستوش توقف على قفة حتى متاع بحر ولا متاع خرجة ولا. الحمد لله فما الإقبال والحمد لله فما ألوان كنا نعتقدوا اللي التونسي ما يحبش برشا وما يقبلش عليها، اللي هي الرز الغامق البيستاش وغيره، اللي بلقيناها تتصدر طليعة في الألوان تتصدر طليعة فلفل شوية زيتني في الألوان فلفل ويحبوا. ولينا رجعنا ألوان الشعشوعي هذوما نقولوا احنا شعشوعي صحيح فهمني اللامعة ما كانوش خارجين. والله هو المواطن بصراحة الفكرة متاعه صعيبة باش توصل لك باش تنجم تنسق كل شيء اللي يحب عليه. توا كيما هذوما الفليو ما كانوش خارجين رجعوا لهم، ولاو يحبوا الحاجات هكا الفاتحة تجلب النظر فهمتني. حاولنا زاد نواكبوهم ونخرجوا لهم ذوقهم. يلزمك ديما نتبعوا العادات متاع التونسي، نقعدوا ديما وين ماشي نمشيو معاه وين ماشي نمشيو معاه.
اهلا وسهلا بالمشاهدين وين ما كانوا داخل او خارج حدود الوطن. مواصلين معكم مشوار برنامج نورتونا من خلال فقره التتات. اليوم حابين نحكيو على عاداتنا وتقاليدنا ونحكيو اكثر مع سي مرشد بوليله حول الفرقه الموسيقيه نتاعو لانهم جاوا من صفاقس، عندهم مده كبيره ان يغنيوا في الاغاني التراثيه، ولكن اليوم جات فرصه من خلال الوطنيه الثانيه انهم يكونوا معنا، خصوصا انه الذكرى هذه نتاع الشيخ محمد بوديه عمرها تقريبا 100 سنه، باش ناخذ عليها تفاصيل. سي مرشد سعاد حشريبتك ومرحبا بك، الميكرو الاستضافة هذه. عايش اختي بارك الله فيك. عايشك، هذا واجبنا وهذا حقكم راهو باش تعديو معنا على الوطنيه. عايشك بارك الله فيك. ذكرى عمرها 100 سنه. اي هذه من باب الحفاظ على تراثنا. هذه ذكرى الشيخ محمد بوديه. جابها من اسطنبول، من جابها الشيخ محمد بركيه وهو خذاها من عند بوديه. انا عندها تو عندي حوالي 38 سنه تو خذيتها. خذيتها بعد ما مات هو. خذيتها من عند ناس، وهي والكلارينات الكورنيتا والتو هي تو موجوده عندي. وما نجمش نعزف الذكرى هذه بنوز، ما نجمش نعزف الذكرى خلف الذكرى هذه. صحيح، عندكم جو خاص؟ ما فيش شك. ما تشبهوش البرشا فرق موسيقيه؟ لا، نمط بون. شوف هذا الموروث اللي خلاه الشيخ محمد بوديه والشيخ محمد بركيه. معناها احنا جالسين نعاودوا نخدموا فيه، لكن نخدموا فيه بطريقه نحاولوا باش نطوروه. بالمناسبة هذه نشكر إذاعة صفاقس اللي هي إذاعتنا ودارنا، وعلى رأسها سي مبروك المحشاوي اللي أعطاني فرصة قدس نعود نسجل في النوب هذوما، خاطر ثم النوب احنا عندنا نوب على نوب تشد ساعة في العزف العيساوية والقادرية والعوامرية، فهمت؟ قدس نعود وطو نسجلوا في النوب جدد وبطريقة معناها عصرية شوية. ما تخافوش انه من خلال تجيكم للاغاني هذه بطريقه عصريه تفقدوا الاغاني كل هويه بتاعهم؟ لا ما نخرجش من لا جوهر، لا يستحيل تسمع كان حاجه ندخل ممكن اله باش تزيدها شويه رونق احنا نسميه، اما النوبه هي تقعد هي. انا ضد ثم ياسر ناس تو احنا عندنا بعض منه دكاترة يجي يشد لك النوبة ويعمل لك حاضرة بالاسم حاضرة، ولكن كلها آلات موسيقية. وقعد حتى في انجروناج وياها نقول لهم ما تصيرش هكا، ما يصيرش. يقول لي كيفاش؟ نقول لهم تدخل مثلا متحف باردو وتجي تاخذ منه تحفة سمحة وتشد الدهن وتبدا تزينها كما زال التحفة هي. يقول له كيف هذاك التراث ما تمسوناش. ونبقى في خلاف اسمع ياسر جماعة في النوع. كيفاش تبحثوا على الأغاني؟ من خلال ما تسمعوه والا من خلال ابحاثكم حول الموسيقى التونسيه خصوصا جهه صفاقس؟ شوف بوديه راهو معناها شخصيه كبيره ياسر في صفاقس، راهو خدم الملوف خدم النوب وعلى جميع انواع الاطباع موجوده انواع الاطباع. بقينا احنا ثم ياسر نوب زاد لهم خدمهم بوديه، ولكن ما هماش موجودين تو احنا ما زلنا نجموا نخدموا مع قدره الله حتى 10 سنين اخرين وما زال عندنا الموروث نجموا نجدوا ونخدموا. بقينا كو ان شاء الله نلقاو تشجيع كما لقيناه انت مع عندك انت، وثم شويه تشجيع كيف من اذاعه صفاقس. ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله تواصلوا. نشكرك، شكرا لك على الحضور. حبيتك في تيتاتيت باش ناخذوا فكره واضحه عن الفرقه نتاعك مجموعه النوبه والحضره الصفاقسيه. باش نسمعوا بعض الاغاني الاخرين من مجموعه الاغاني اللي حضرتين ام الزين، وباش نسمعوا سيدي منصور. يعطيك الصحه، شكرا لك. باش نواصلوا باش نقعدوا بحذايا، خاطر باش نسمعوا واحد من الفنانين الشبان اللي نحبوهم ونحبوا انه يكونوا موجودين معنا، مع الفنان التونسي محمد علي عامر. السعودية ملهوم ومالي
فكين فلوس عندك شي عندي كلها تعنق وتبوس يحبوا على الهندي مشيت معاهم بالني استغلوا ودي كي وريتهم فني عضولي يدي قدامي مريض وموجوع ولساني كذيع في ظهري الضحكة بدموع تشري وتبيع الايام توريك شكون شكون فينا الخاسر وقتها ما فم مرجوع واحسن للحزن يعسوا عليا ملهوم ومالي يحكيوا عليا لاقوا بالي صباح ونسهر وما على بالي وحدو العالي عالم بحوالي يعسوا عليا ملهوم ومالي يحكيوا عليا لاقوا بالي صباح ونسهر وما على بالي وحدو العالي عالم بحوالي ياسر هايلة صحبتهم هايلة ياسر هايلة ياسر هيلة صحبتهم هيلة ياسر هيلة صحبتهم هيلة شكرا كبير للفنان التونسي دالي عامر جنجل دالي عامر نسموه مرحبا دالي صحة شريبتك باهي صحة شريبتكم لما الفنية ما بين أيوة. الشباب وما بين أول حاجة صحة شريبتكم وإن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير أنا فرحان ياسر ساعة اللي متواجد معاك نعيمة كالعادة وأنا نفرح ياسر كي تكلمني وبالحق فخور أنا ياسر اليوم اللي مع أستاذ كبير في الفن الشعبي خويا محمد علي الأسمر قبيلة معناها نسمع فيه فريمون شيء يعمل كيف شكرا وربي يفضل إن شاء الله إن شاء الله ديما من مزيد التألق تحية زادة الفرقة معنا قبيلة عملوا جو اسطنبيل ياسر حلو ولكل الجمهور اللي منورين باللبسة التونسية ما شاء الله خذوك في عالم اخر هكا ولا لا؟ خذوك في عالم اخر تسمع محمد علي تنسى جماعه مرشد بوليله تنسى ترجع من محمد يعني ما بين زوز فنون في الاصل هما توانسه معناها الحاجه الباهيه انه كله من كلامنا التونسي من تراثنا هكا ولا لا؟ كله تراث تونسي ولا ما عارف شنو يقول لك التونسي لا معناش اغاني وحلوين ودرا لا 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 عندنا خير ربي احنا شفنا مختلف ما شاء الله ربي حل القلوب على بعضها هكا هو مش تمشي الامور نقصنا شويه نقصوا من الكلام ونخدموا ونغنوا شويه ونغنوا شويه بعد شويه باش نغنيوا بون قبل كي تجي جديده هذه السنه ساعه كي تجي تشوف قبل كان فما مخزون بالحق وفما موروث كبير معناها خلاوه لجينيراسيون القدم اما توا في الوقت هذايا ولات فما ازمه بالحق تاع كلام ومتاع الحان وخاصه تاع التوزيع صعيب باش تلقى شكون يكتب لك صعيب صعيب ياسر خاطر تبدلت توا كثرت اون بليس معناها المواضيع هي هي قاعده تدور بين الكثره فيها البركه اما تبدلت توا معناها 2016 توا كي تشوف لي جون وكل شيء شنو اللي يحبوا ما عادش يسمعوا ياسر القديم والجو القديم توا يلوجوا على الكلمه السهله اللي تتحفظ اللحن السهل زاد ما فيش برشا تعقيدات وخاصه التوزيع معناها يشيخوا على التوزيع كي يبدا كما نشوفوا معناها الاغاني المغربيه اللي ضاربه والاغاني العراقيه الخليجيه المصري بطبيعته معناها احنا في تونس مازلنا ما لقيناش كما نقولوا الدخله هذيك باش نجموا نعملوا اغاني تونسيه ناجحه اللي نوصلوا معناها نزاحموا بها البلدان الشقيقه في اللي سيرت لغتنا صعيبه شويه احنا ما نتمشاش مع والله لغتنا صعيبه مش اصعب من اللغه المغربيه معناها خاطر يظل لي تعرف ريتم مغربي هم اي ان شاء الله نحن زاد نعملوا ريتم التونسي ونجموا نحن التونسي بتاعنا معروف فزاني واسطنبيلي و... بلا نرجعوا للفزاني محمد علي نرجعوا نغنيوا مع محمد علي الاسمر تفضل محمد علي Thank you.
عيني خايف ليك ويسال وقتها حبيبي يلا شمي الاسم بعد الغيبة يوليني ونسى بالي زور صحابي يرجع وينورني يرجع وينورني الفنان التونسي محمد. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله. آه محمد علي ما عندوش ميكرو شيء يعمل كيف والله فريمون ربي يعطيه صحه الابدان ما شاء الله ما شاء الله وتحيه للعازفين الكل زاد ما شاء الله تحيه لهم الكل الاولاد باش نخليكم ترتاحوا على خاطر باش نحكي مع واحده من المبدعات كل اسبوع جينا من المنستير وسعيده جدا بانه تكون معنا موجوده يعطيها صح لانه اربع اسابيع في رمضان تكون بعيده على عائلتها وعلى دارها باش تجيب حضنا على الوطنيه الثانيه باش تنورنا بوجودها سيده ناديه اهلا وسهلا بك سيده نادية صحة شريفتك عايشك نعيمة بارك الله فيك يعيشك سيده نادية طيبة باش الوطنية نكون مستضيفة فيها في شهر رمضان يعطيكم الصحة وفرصة باهية برشا اني نعرفوا باللباس التقليدي وفرصة انه الشعب التونسي يزيد يكتشف سيرتو الجيل الجديد انه يكتشف اللبسة التقليدية المتطورة ما نعرفش حاجة حلوة برشا هي باش بناتنا وشبابنا وجيل الصاعد إن شاء الله يكون عينه لفتة لللبسة التقليدية خاطر حاجة حلوة برشا وماذا بينا تراثنا يتقدم ويتطور وإن شاء الله نجم نزيد نطوره فيه بالمناسبة نحب نقدم تحية للمدام نجاة بالخيرية مديرة الجمعية أصالة وفنون بالمستير يعطيها الصحة بصراحة شجعتني وعطتني فرصة كبيرة نشكرها برشا مدام ليلى بسباس كذلك مصمم تاع ازياء معاونتني بالباهي يعطيهم الصحه وعائلتي بالاخص نشكر كل من ساهم في نجاح المبادره هذه يعطيكم الصحه الكل شكرا لك انت يعطيك الصحه سيده نادية عايش حق تحيه لانه كل اسبوع سيده نادية نحرموها من السهره العائليه ولكن ما نحرموهاش من جمهورها عبر الوطنيه الثانيه فانها تكون موجوده معنا تحياتي لكم من خلالك الى اهلي منستير الكل شكرا لك يعطيك الصحه عايش باش نواصلوا المشوار مع الاغاني وباش نستقبلوا ونجيب فرقه مرشد بوليله مع وصله غنائيه ثانيه من صفاقس يا سيدة حرمك منور
بالذكر وحسن الإيماني. يا سيد أنا قلبي مغير نبغيك طهر لحالي. يا بني الشمال يا حبيب سريان
نشوف القربة بعياني ندخل من باب الفرشاني ونشوف القربة بعياني ولاد السر الرباني بالسر والقرآن تنساني يا بنية شمال مالك تنساني يا بنية شمال مالك تنساني هو ده ما ننساك عطول زمان احضر يا ام زين اول ما نبدا بسم الله ورسول الله نبدع في البولية لله يا أم الزين معروفك لله يا سعيدية عالبيت الوصل يا شمالية البيت الوصل يا جمالية توب عليا يا للم والسيد توب عليا يا للم والسيد توب عليا وانا طلبتك ما تخلي فيا واحضر يا كبيرة 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 برشا لفرقة النوبة والحضرة الصفاقسية. شكرا لكم شكرا ليهم يعطيهم الصحة. حبينا في ليلة 27 يكون جو احتفالي تكون فما الله فرحة. الحمد لله شيء يعمل كيف يا نعيمة شيء يعمل كيف. الله وحد عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم الصحة. اليوم 27
اليوم 27 من رمضان، الحمد لله يا ربي تونس بخير، الناس الكل بخير. حبينا من خلال السهرية هذه نوصيكم الأجواء الفنية من صفاقس محمد علي، ومحمد علي بحث بعضهم اليوم. شنو عجبكم؟ نسمع ربي يجيب القسم. القسم لباس لباس فني. لباس الحمد لله الحمد لله. يعجبكم الأجواء الفنية الحلوة من الفن ما نخرجوش، دونك أي فن يعجبنا. تنوي تغني النوايا هذه محمد علي ومحمد علي لزوز؟ اي انا والله تستهويني برشا الاجواء هذيا، هذيا متاعنا معناها، ديجا فماش تونسي ما يتحركش كي يسمع الاجواء هذيا وما يحبش يشتح وما يتخمرش، وهذيا متاعنا معناها اصلنا وجونا نحن. كي تجي الفكره باش نخدموا حاجه تكايه ولا نعملوا توزيع جديد للتراث، خاطر عندنا مخزون كبير كما قلت لك. ام الزين عاودت رجعت من جديد. اي نخدم فيها انا في فرنسا، نخدم فيها معناها في لانيكا درفا، نخدم فيها في فرنسا مع هدر بيبيات نخدموا فيها. تحيه لجهات تونس الكل اللي ما شاء الله عندهم عندهم برشا مخزون غاديك. تبارك الله. محمد علي مكلف، عضو مكلف بالعمل الاجتماعي، دخولك للنقابة والحراك النقابي هل هو من باب فكرة. من باب أنك تكون موجود باش ما تقعدش؟ ونشكر الساعة هي علوانها النقابة الفنان المبدع، معنا رئيسها سي صحباني وسي سلام سلامة، معنا نوجه لهم تحية. دونك تحية ليهم المبدع تابع الاتحاد التونسي للشغل. حبيتوا من باب انكم يكون عندكم على الاقل هكا تي باش نسجعوا بعضنا يعني ونلموا بعضنا احنا كفنانين. هي شنو النقابه؟ انا باش تلم الفنانين وان شاء الله ربي يحل القلوب وتبدا الناس كله خيان وحبيبات، معناها ماهيش هي لا فيها لا اجر لا حتى شيء، ما فيها تويب فني. جست فني جست لا جست باش تلم الفنانين كل ما بعضها، معناها شنو النقابه هذيك؟ بي باش يتلم شملنا اكثر، باش نتساق بالفنانه التونسيه سعاد رباعي في نغم اول جديد على الوطنيه الثانيه مع الفنانه التونسيه سعاد رباعي. Shake the moon.
شريفتك سعاد ومرحبا بيك على الوطنية في نورتونا. عايشك انتم اللي نورتونا الناس الكل ونورنا برنامجك الحلو. عايشك وان شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل. ميرسي. يعيشك سعاد. هذه واحدة من الأغاني اللي عملتهم الخليجية واللي قاعدة تلقى في صدى كبير خارج حدود الوطن، باعتبار أنا خرجت لبرا مش في تونس. خرجت في ألبوم نجوم في روتانا، هي وهي وزوز أغاني أخرين، عندهم 3 أشهر توا. وشنو الصدى؟ والله الحمد لله الصدى يكفي كونه اسمي قاعد يدور، معناتها بالنسبه لي انا كمطربه تونسيه معناتها مبتدئه نتسمى سي بون، راضيه بلي انا فيه والحمد لله. باش تواصل في الخليجي؟ اذا كان ثم كلمه ولحن حلو، اذا كان عجبتكم ما نعرفش حلوه ولا لا. حلوه فوالا. يعيشك يعيشك. حتى انا مش في بالي الوالد. لا هما فكروا انه والدك سرباي هو اللي لحنها. تحيه كبيره لسي عبد الحميد الرباي. عايشك. باش نزيدكم حاجه، سعاده قرات معايا 6 سنين. اي كره نتفكر ايامات الدراسه. اي محليهم. هذه احلى المفاجئات اللي في حياتي من بعد نلقى صاحبتي فنانه. مرحبا بيك سعاد. انا فرحانه بيك برشا بيان سور. اعلاميه لامعه منشطه حلوه مزيانه، زاد صاحبتي باللي صغيره مزيانه حلوه. سموني تصفيق عليها ديما راها صغيره. كل مره سعاد رغم اني ظلمتها مرات قليل، مرتين ولا ثلاثه في حياتي الفنيه الكل استدعيتها سعاد، ولكن كي راها نذكر في ذكريات الطفوله لان نحب. توا باش تكثر عاد باش تكثر توا باش يحاسبوك توا. قالوا لي قداش عمرك صاحبتك نجوم حموده وشمال. شو توا بعد نقول لكم بعد. ما يصيرش شويه مش برشا. شويه مش برشا. اي بيان سور صغار يا اخي. اللي مازال برشا ان شاء الله. اللي مازال برشا ان شاء الله. حبيت من خلال طلعت محمد علي نحيي كل الامهات اللي عداوا رمضان كامل وهما في الكوجينات، كل الامهات اللي امه متوفيه الله يرحمها وينعمها، واللي امه حيه ان شاء الله ربي يفضلها له من خلال طلعت محمد علي وغنيت عن الام. تحيه لكل الامهات اللي شاهدوا فينا. تفضل محمد علي. دالي تفضل. أمي هي كل حياتي، هي النور في كل ثنية، هي شمعة ضوء حياتي، هي والله هي عيناي. أمي هي كل حياتي، هي النور
النور في كل ثنية هي شمعة ضوّ حياتي هي والله هي عيناي زرعت في الخير هي اللي تعلم وتقري هي اللي ردتني كبير هي زرعت في الحب هي زرعت في الخير هي اللي تعلي وتقري هي اللي ردتني كبير أمي انتي تاجر النور في كل ثنية هي شمعة ضوّ حياتي هي والله هي عيناي أيوة الحمد لله مش نقعد لهنا نعيمة عندي ديديكاس سبيسيال أول حاجة ساعة نوجه تحية لأمي اللي تتفرج فيا أكيد والأمهات الكل والله يرحم كل أم معناها وبالمناسبة ذي واحد من الفاميليا معناها من العيلة لهنا مش نستدعيه تو شي غني معايا شوية أنا وعدته به الإكستري ذي مهدي جورجينيو وينه مهدي وينه سمونا تصير على مهدي جورجينيو سمونا تحية كبيرة المهدي وينه يا مهدي الله يرحم والدتي لأنه متأثر برشا مهدي جورجينيو هو كان مريض ديما. وقتها وأنا وعدته باش كي يجي مهدي إيجا بحذية عليك غادي إيجا مهدي مهدي مرحبا بيك مهدي جورجينيو تحية ليه كبيرة برشا يلا سمونا تحية كبيرة هذه مهدت لوالدته أنا وعدته أنا وعدته مهدي أنا وعدته خاطر مهدي ويلزم الأغنية هذه حبيناها أهلي الله, الله يرحم ميمته الغالية وإن شاء الله ربي يفضله هو ولازم بشي غني معايا معي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيب زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي انا موت سهري وتبدي تفكري انا موت سهري وتبدي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشاري يا ربي خليكي يا امي ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة محمد علي كلمة
الختام باش تكون فنية مع الفنان التونسي محمد علي الأسمر. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية على الوطنية الثانية من خلال برنامج نورتونا. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير في صارية العيد. على خير مع محمد علي الأسمر كلمة الختام. تعز
زي لما كنت غني تعذبيني وتجرحيني لا 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 تعذبيني وتقتليني لا انا حبي لابا مش لا هو ولا لابا انا حبي لابا مش لا وقالوا لعبه يلا 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 يلا, يلا, يلا شكراً.